لاعب بالنسبه للمرحله الجايه، وان شاء الله جاي يرجع لسابق مستواه اللي كان موجود قبل كده. طيب معانا برضو من الحساب الرسمي لسوبر كوره على تويتر، كتبوا فيها ان فايلر بيضع خطه الظهور الاساسي لصالح جمعه مع الاهلي. انا ليا رجاء وليا طلب على السوشيال ميديا بالنسبه لكل جمهور الاهلي. انت عندك مدير فني عارف احتياجات الفريق وعارف الفتره الجايه محتاجين ايه، وشيء جيد وشيء ايجابي في هذه او في هذا الموضوع ان الجماهير بتدعم صالح جمعه حتى رغم ان هو بعيد عن المشاركه منذ حوالي سنه ميلاديه كامله، وده حاجه ايجابيه تدعم اللاعب وان شاء الله ترجعه لمستواه. لكن في النهايه انت عندك جهاز فني عارف احتياجاته وعارف امتى يدفع باللاعب في التوقيت المناسب، وامتى الفريق ممكن يستفيد بيه او يقدر يدخل اللعيب في توقيت يكون مناسب ليه وللفرقه. فرجاء من السوشيال ميديا الفتره الجايه سواء مشاركات اللعيبه اللي بعيده او اللي هترجع سيبوها للجهاز الفني، عشان الحاجات دي على فكره بتاثر وبتوصل لكل لاعب ولكل عنصر في الجهاز الفني، وما نكونش دايما الاداه اللي تكون عامل هجوم او عامل ممكن يكون ضغط على الجهاز الفني بالنسبه للفتره الجايه، لان هم عارفين المرحله الجايه مين اللي هيكون مناسب ومين هيكون جاهز بالنسبه للفتره القادمه. برضو معانا من خلال صفحة